المتحدث باسم الجيش الباكستاني آصف غفور إن القوات الجوية أسقطت طائرتين مقاتلتين هنديتين إثر اختراقهما المجال الجوي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الدولتين. وأضاف غفور أن قوات باكستانية على الأرض ألقت القبض على الطيار الهندي وأن إحدى المقاتلتين تحطمت في الشطر الباكستاني من كشمير بينما تحطمت الأخرى في الشطر الهندي. وكانت الهند أعلنت في وقت سابق أنها لا ترغب في رؤية مزيد من التصعيد للوضع مع باكستان وأنها ستواصل التصرف بمسؤولية وضبط للنفس. جاء ذلك بعد فترة وجيزة من إعلان الشرطة الباكستانية عن سقوط قذائف هاون أطلقتها القوات الهندية عبر الحدود في منطقة الهيمالايا في كشمير ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين. ينضم إلينا من إسلام أباد الصحفي علي مهر. علي أهلا بك، يعني كيف يتطور هذا الوضع وما هو رأيكم فيه وهل هناك معلومات جديدة ورسمية؟ نعم، هو نفس المعلومات الرسمية، سقوط طائرتين هنديتين واعتقال 2 من الطيارين الهنود. هذه المعلومات الرسمية المؤكدة، منهم واحد جريح حاليا يعالج بالمستشفى العسكري الباكستاني بمدينة راولبندي المجاورة للإسلامآباد، والآخر عند القوات الجيش. هذا هو، لكن القضية هو أن هناك احتمال كبير من تصعيد الوضع بعد هذه المغامرات منذ يومين، وهناك في باكستان حالة من الارتياح النفسي الكبير لدى الأوساط الشعبية والسياسيين والبرلمانيين الذين أمس طالبوا الرد السريع والحاسم لاختراق الطائرات الهندية في الأجواء الباكستانية. سيد علي، يعني هل نفهم وبعد قليل يطلع رئيس الوزراء عمران خان على شاشة التلفزيون ويخاطب الشعب؟ يعني أريد أن نفهم نقطة، باكستان تلتزم بموضوع التهدئة ولكنها على الأرض الرد قوي. البعض تحدث بأن باكستان إن لم ترد فهذا ينم عن ضعف، هل ممكن أن يتطور الموقف أم لا؟ يعني ما كانت لدى باكستان أي خيار سوى الرد، لأن الطائرات الهندية دخلت أراضي باكستان أميال، ثم حسب ادعاء الهنود بأنهم دمروا كذا قتلوا 300 رغم أنه لم يقتل أحد، لكن ادعاءات هندية والاعتراف بأنهم دخلوا أراضي باكستان وحاولوا العملية أو تدمير موقع. فنتيجة ذلك ما في إلا كان هذا متوقع أن باكستان، لكن هناك شوية فرق. الهنود يقولون أن الطائرات الباكستانية قامت ب ما يسمى اختراق الأجواء الهندية، بينما الجانب الباكستاني يقول لا، أن الطائرات الهندية حاولت اليوم مرة أخرى اختراق الأجواء الباكستانية، والطائرات الباكستانية قامت للتصدي لهذا الاختراق، ونتيجة طيب الصدام الطائرات الهندية سقطت. سيد علي، هناك روايات تقول بأن باكستان سيطر على موقعين عسكريين هنديين، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا صحيح، لأنه نحن رأينا على التلفزيون أنهم عسكريين، هم أصلا طيارين بعد سقوط الطائرتين، يعني 2 منهم اعتقلا، واحد في حالة سليمة وواحد جريح، والجريح يعالج في المستشفى العسكري حاليا. سيد علي، هل سينعقد المجلس القيادي العسكري في باكستان أم لا؟ لا، حاليا الاجتماع جاري لما يسمى سلطة القيادة الاستراتيجية، والتي هي مسؤولة لإدارة برامج السلاح الغير تقليدية النووية والصاروخية برئاسة رئيس الوزراء، وهي مستمرة. ومباشرة بعد نهاية الاجتماع رئيس الوزراء يخاطب الشعب عبر الإذاعة والتلفزيون. من إسلام أباد الصحفي علي مهر، شكرا جزيلا.